أستاذ، يعني رغم كل الصعوبات الموجودة بسبب العدوان المتواصل على غزة، إلى أن الجزائر نجحت أمس في إجلاء 45 طفلا فلسطينيا وستة جرحى جزائريين من القطاع، مواقف الجزائر واضحة في هذا الجانب أستاذ بخصوص الأشقاء في فلسطين، ما الذي تؤكده مثل هذه العمليات التي تقوم بها الجزائر؟ سيدي الكريم، هذا الأمر أنا لا أعده فقط إنساني، هو أكثر من إنساني. الجزائر تعد أن فلسطين هي دولة واحدة معها، حتى أن الرئيس بن بلة وهو بمدين كان دائما يؤكد أن استقلال الجزائر غير كامل ما لم تستقل فلسطين، والرئيس الراحل هو بمدين كان يقول الجزائر دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والكثير حتى من الشعب الفلسطيني هناك من جذوره جزائرية، هناك محارة المغاربة أصولها جزائر، السكان الأصليين بها ذو أصول جزائرية. إذا الجزائر عملت كل ما في قوتها، كل ما في وسعها دبلوماسيا، وتحركت حتى على مستوى الدول لوقف هذا العدوان، هذا العدوان همجي. أما عملية إجلاء أهلي فهي عملية شرف كبيرة جدا تقوم بها الجزائر، وهي مستعدة للعمل أكثر من ذلك. وأكثر ما قدمته الجزائر ربما عملها العظيم جدا بدبلوماسيتها في مجلس الأمن، أن تمكنت من افتكاك وقف إطلاق النار، معنى ولا دولة غير دائمة أو من الدول الدائمة تمكنت من أن تقول لا. إذا حرص الجزائر الدائم هو شعور بالعروبة، شعور بالإسلام، شعور بالانتماء، وشعور بأن فلسطين هي تماما كالجزائر. والجزائر بحد ذاتها عاشت ويلات الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي حينما لم يتمكن من الطوال الجزائريين كان يقوم بهمجية بحرق الأراضي وقتل الشعب وتشريدهم. نفس الشيء، نفس هذه الصورة هي موجودة أمامه لأن الذي يقوم بها الكيان الصهيوني. إذن وعملية إجلاء هذه نحن لا نقول نثمنها، لأنها كأن هؤلاء الأطفال هم جزء منا، هم من حياتنا، نحن نعيش مأساتهم، نحن نعيش معاناتهم. نحن فقط من خلال المنبر التلفاز ندعو باقي الدول العربية، باقي الأنظمة، إلى أن تحذو حذو الجزائر في الضغط الدولي على هذا الكيان المغتصب.